بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحمد خالد بدوان، أعمل سائق تاكسي. أسرتي 4 أفراد مكونة من طفلين وأنا وزوجتي. من يوم جائحة كورونا والوضع المادي عندي في النازل، كومت علي الديون، أجار البيت، صاحب البيت هددني بالطرد لأنه ما بستكفي الأجار. والحمد لله رب العالمين، اليوم أجتني مؤسسة رحمات وجزاهم الله كل خير، سددوا المبلغ المتراكم علي. وما كنت بعرف أنا إيش بدي أعمل. يعني قبل يومين كان صاحب البيت مبلغني إنه بده الحساب، فكان الوضع صعب، مش عارف إيش بدي أسوي. والحمد لله رب العالمين دخلتهم علي اليوم، طمأنتني شوية، جزاهم الله كل خير. اسمي سلوى سالم محمد إسماعيل، دكان حسين عطوان، علي 8 مليون وكسر. والله أول يوم في رمضان الشكوى لغير الله، ما دام ما رضي يعطيني حاجة أتصحر أنا وبناتي. الدين هذا انسد من مؤسسة رحمات، والحين بنام ليلة طويلة وبضلش أفكر فيه. الحمد لله والشكر لله. أنا خالد محمد أحمد أبو خصوان، مواطن أسكن في مدينة دير البلح، وعندي كمان 5 أطفال، وأنا وزوجتي 7 أنفار نسكن في هذا المسكن هذا الحاصل. ووضعي الاقتصادي صعب متردد للغاية بسبب الأوضاع المعيشية التي نعيشها ونمر فيها، وبالطبع يعني مديونين إلى محل أبو لبد، محل الخضرة، بمبلغ 640 شيكل. نشكر مؤسسة رحمات اللي ساعدتنا على سداد هذا الدين. أنا اسمي أم محمد الزريعي، أم العلاء، وعلاء عمل عملية في راسه مرتين، فتح مخ، ومرته حامل بتاخد إبر، الإبر حقها 20 شيكل بنجيبن لها، عندها تجلطات، وكمان لها بيجي 3 مرات تتشنج عنا، تشنجت عنا بيجي 3 مرات مرته، وبناخد العلاج من الصيدلية وبنجيبه دين، وتراكم علينا الدين كتر يعني، والزلمة بطالبه في الدين ومش قادرين نسدد. بأشكر مؤسسة رحمات اللي سددوا عنا حق الدواء اللي احنا يعني من زمان واحنا بنفكر كيف نسده ومش قادرين نسده.